أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. يوم جميل هنا وأجواء جميلة، نترقب في انطلاقة مباراة كبيرة. سأكون معكم من كابينة التعليق وتغطية لمواجهة هذا اليوم. توقعات كبيرة ونتمنى مباراة على هذا المستوى من التوقعات. فريق توتنهام في مواجهة الكتالوني برشلونة، نريد أن نمضي وقتا رائعا في متابعة هذا اللقاء في ظل هذه الأجواء الجميلة. نريدها مباراة ممتعة ومثيرة. فرصة خطيرة هنا، جانلوكا زامبروتا، أوديغارد، جارينشا، ملعوبة الكرة إلى أوديغارد، جارينشا، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب على هدف الافتتاح المبكر، احتفال يشعل الأجواء هنا. وهنا إعادة الهدف، شوف القوة في التعامل مع الموقف، ضغط كبير لكن بدون تأثير على الإنهاء. هذه هي الجودة الكبيرة في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. استئناف اللقاء من جديد على تأخر توتنهام في النتيجة، فهل يعودون سريعا؟ كرة تصل لفيران توريس، الله، كرة في المرمى، فعلها توتنهام، أدرك التعادل، عادوا إلى نقطة البداية. ها هي إعادة الهدف الجميل مرة أخرى، شوف الإنهاء الممتاز، نشوف كيف تم وضع الكرة داخل الشباك رغم حجم الضغط الموجود في اللعبة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. جارينشا، تصل عند روي كين، اعتراض ناجح للكرة في هذا التوقيت. هجوم من برشلونة، الآن فرصة هدف. والكرة وصلت إلى لويس فيغو، كرة تصل لفيران توريس، بوشكاش، ريبيري، تدخل بكل قوة، ستيفن جيرارد، زيدان، انطلاقا، فرصة لكسر التعادل، انقاذ رائع للتسديدة، هالاند، الكرة مع فيغو. صافرة حكم المباراة تنهي شوط المباراة الأول، والآن يذهب الفريقان لاستراحة قصيرة، نعود بعدها لاستكمال المباراة. يبدأ مشاهدينا شوط المباراة الثاني، التعادل هنا بين الفريقين مستمر في هذه المباراة. الكرة مع فيغو، وصلت إلى تشافي هرنانديز، فيران توريس، تشافي هرنانديز، بحث هنا عن طريقة لكسر حالة التعادل، تشتيت من فيديتش وإبعاد الخطورة، تشافي هرنانديز، الآن تصل المساندة بالإسبالة، الله على المهارة، حلوة التسديدة، كرة بتعدي بجوار القائم، كانت قريبة من هز الشباك، شوف الأسلوب، شوف اللقطة، كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. تدخل ناجح لقطع الكرة، فرصة للتقدم في المباراة، تصدي جيد للكرة، زين الدين زيدان، بوشكاش، وصلت لجارينشا، اعتراض ناجح لاستعادة الاستحواذ، فيران توريس، صارت مع تشافي، والكلمة العليا هنا لحارس المرمى، استرجاع جيد للكرة،
تاكلينج مثالي. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة، لابد من التركيز في هذا التوقيت، اتخاذ القرار السليم قد يصنع الفارق ويحقق الانتصار. بغير اتجاه اللعب الآن للجانب الآخر في أرضية الملعب. إذا مشاهدينا دقيقة واحدة يحتسب حكم المباراة كوقت بدل ضايع، صافرة نهاية المباراة هنا بالتعادل بين الفريقين. ندية كبيرة في أرضية الملعب واضحة من خلال النتيجة.